للزميل بدر الشمري. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، واصل التحية والترحيب بحضراتكم في انطلاقاتنا المتواصلة لهذا الصباح في سادس أيام هذا المهرجان في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن السباق التمهيدي لهذا المهرجان الكبير، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا العاشر للقعدان الثنايا ومسافة 8 كيلومترات، مسافة الكبار وسن الكبار في هذا اليوم الذي تحضر فيه الرغباء الرغبات والأمنيات من أجل خطف الانتصار، من أجل الفوز والسلامات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أتقدم مع أول المنطلقين والمتقدمين، من يسير ويفتتح النداء هنالك انطلاقة الرباع، من يتقدم ويسير مع المركز الأول ليتقدم لافي بن حبيب بن فرج الشمري، من يقدم لنا الرباع مع المركز الأول ويتقدم في هذه اللحظات المركز الثاني. أرى وأتابع هنالك مع المركز الثاني شاهين ومحمد بن حمد بن علي الصافية المري، من يقدم لنا شاهين مع المركز الثاني والمركز الثالث. أرى وأتابع هنالك شجاع وعيسى بن سعد بن سلطان المسيفري، من يقدم لنا شجاع الاسم القادم والشعار القادم من ميدان الشحانية من دولة قطر بالتحديد. فمرحبا بجميع الأشقاء وبجميع الضيوف الحاضرين والباحثين عن الانتصار وعن الفوز. المركز الثالث، ثالث المراكز، الطاير، الطاير يصل مع المركز الثالث ويصل بشعار صالح بن سالم بن فيد المري، من يقدم لنا الطاير بحثا عن خطف الانتصار، يأتي مقدما لنا شعاره. والمركز الخامس هنالك مبلش وحزام بن زيد بن محمد بن محسن بن نديل، من يقدم لنا مبلش وأيضا وصل في هذه اللحظات الهيتي وصل، وفيصل بن علي بن جابر البنا المري، من يقدم لنا الهيتي مع المركز الرابع. تسلل في هذه اللحظات في هذه الزحمة الحاضرة مع الشعارات المنطلقة في موقع واحد، زحمة من الأسماء في مقدمة الشوط، والتغييرات ما زالت مستمرة ما بين الأسماء وما بين الشعارات. أيضا وصل الرميثي مع المركز الخامس، يقدم لنا وافي خليفة بن جمعة بن عتيق الرميثي، يتقدم مع وافي. وأيضا وصل حاضر المتواجد والحاضر ترحيب بن صفر القرشي، من يقدم لنا حاضر مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز الأولى اللي منذ الانطلاق وهي متحركة، المراكز المتقدمة ما بين الشعارات، شعار يصل وشعار يتقدم وشعار يتأخر قليلا ثم يعود، ولكن هذه المسافة مسافة 8 كيلومترات فيها الكثير من المفاجآت وفيها الكثير من القوة والإثارة والندية ما بين الشعارات. ولكن العودة إلى المركز الأول، إلى الهيتي، من انطلق مع مقدمة الشوط، من غير مجريات هذا الشوط ليتقدم مع صدارة المركز الأول. نعم يسير الهيتي مع مقدمة الشوط، يا البنا يا فيصل يا بن علي يا بن جابر يا البنا يا المري، الذي يتقدم الذي يسير
نحو الانتصارات من أجل بناء وتخليد الأمجاد والسلامات في صفحات التاريخ بالتأكيد. نعم في مثل هذه المهرجانات الكبيرة، في مثل هذه المحافل التي يحضر إليها المحبين والعشاق وملاك الإجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حضروا من أجل المشاركة، حضروا من أجل الظهور في يوم الظهور، من أجل الظهور في يوم الإبداع. الله الله الله. المركز الثاني، أنتقل مع شاهين. آل صافية وصل بن صافية مع شاهين. يا بن حمد يا محمد يا بن حمد يا بن علي يا آل صافية يا المري، من يقدم لنا شاهين؟ وصل شاهين، من بدأ يقترب في هذه اللحظة، وأيضا انضم الرباع يا الشمري، الرباع الذي بدأ مسيرته في هذا الشوط مع المركز الأول، وهو يعود محاولا أن يسترجع حقوقه التي خطفت مع المركز الأول في هذا الشوط، وها هو يأتي مع المركز الثاني وبدأ يقترب الشمري. لا في لفة مع الرباع، لا في بن حبيب بن فرج الشمري، والمركز الثالث هنالك مشهور وصل مع المري مع عبد الله بن سعد بن طالب الفيدة. المري من يقدم لنا مشهور مع المركز الثالث. المركز الرابع مثل ما ذكرنا شاهين ومحمد بن حمد آل صافية المري، وأيضا وصل السهلية، وصل مع الشبل وصل الشبل في هذه اللحظات مع عبد العزيز بن معلى بن عليان. السهلي من يقدم لنا الشبل بمتابعة البطل نايف بصلاح بن مصلح الحربي، من يقدم لنا الشبل، من يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات. وصل السهلية وبدأ بحضور شعاره الخطير الذي دائما ما يحضر، إن عندما يحضر بكل جديد وبكل إثارة، دائما يحضر مع شعاره بالأسماء القوية التي بالتأكيد تهدد دائما وأبدا عرش الصدارة. يتقدم في هذه اللحظات، والمركز الخامس وصل في سهاج وفيد بن راشد بن فيد المري، من يقدم لنا سهاج مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة ما بين الأسماء والشعارات المتقدمة في الخمسة المراكز الأولى، أذعناها على مسامعكم. يا سلام يا سلام يا سلام، الشمري غير إلى مقدمة الشوط، الشمري عاد مع الصدارة، يقدم لنا الرباع ولكن حذاري الشمري. السهلي وصل، السهلي تسلل إلى المركز الأول، تسلل إلى مقدمة الشوط مع الشبل، الشبل يتقدم، الشبل يسير مع مقدمة الشوط، يسير مع المركز الأول، وبدأت الخطورة مع شعارك يا السهلي. من وصل مع الشبل؟ الشبل يتقدم بمتابعة نايف بالصلاح بن مصلح الحربي، يتقدم مع الشبل، يسير مع مقدمة الشوط، يسير بحثاً عن الانتصار، مع القمة، مع أعلى مكان، مع المكان المرغوب، مع المكان المستهدف في السهلية. المركز الثاني مشهور وعبد الله بن سعد بن طالب الفيدة المري، من يقدم لنا مشهور الذي يسير مع المركز الثاني الذي يحمل الرقم 2، ولكن عينه على المركز الأول، عينه على الانتصار. يا بن طالب يا عبد الله يا بن سعد يا بن طالب. المركز الثالث انضم سهاج مع المركز الثالث، وصل بعدما أعلنا في النداء الماضي
الماضي في المركز الخامس، وصل وتسلل في هذه اللحظة إلى المركز الثاني فهيد بن راشد بن فهيد المري، ولكن وصل بالراية، وصل مع النشمي، النشمي وبالراية خطير يحضر مع المركز الرابع راشد بن سعيد بن راشد البريصي المري. من يقدم لنا النشمي؟ النشمي بالراية. والمركز الخامس هنالك شعارك البنا مع الهيتي فيصل بن علي بن جابر البنا المري، وأيضا بدأت الشعارات تصل، بدأت الشعارات تتدخل في هذه اللحظات وبدأ الهجوم والوصول، ولكن السهلي ما زال مع المركز الأول، ما زال مع مقدمة الشوط مع الشبل، وبدأ يقترب الشريف مع شاهين غازي. غزاكم غزاكم الشريف مع شاهين الذي وصل مع المركز الثاني. غازي بن أحمد بن تراحي بازيد الشريف وصل مع شاهين، ولكن الشبل 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 انطلق الشبل مع المركز الأول، انطلق مع مقدمة الشوط وذهب مع الانتصار السهلي. الله 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 الله، واقترب البنا، اقترب فيصل مع الهيتي مع المركز الثاني، وايضا هنالك مشهور مع المركز الثالث عبد الله بن سعد بن طالب الفيده المري، ووصل مقصص نواف بن محمد بن علي بن جابر ابو ساق، وصل مع مقصص الكيلومتر الاخير، والانتصار يحتار ما بين الاسماء والشعارات، ولكن الشبل هو الاقرب الى خط النهايه، والشبل يسير مع الابداع، يسير مع الانتصار وما بين الضغط الذي يشكله مقصص مع المركز الثاني، وما بين الرغبات والعزائم التي يحتويها قلب هذا الشبل الذي ينطلق مع المركز الاول. هنا الامال معلقه، الامال معلقه ما بين العزائم وما بين الاصرار، ولكن الشبل يستهلي مع المركز الاول. الشبل ما زال صامدا مع الانتصار، الشبل الشبل، وهذا الشبل من ذاك الاسد، هذا الابداع، هذا التالق، هذا الصمود مع شعار السهلي عبد العزيز بن معلى بن عليان. السهلي يعتل الصدارة ويذهب بالسلامات إلى أبناء السويدرة، إلى أبناء المدينة المنورة، سلامي عليك يا راعي الشبل سلام، والتهنئة إلى البطل نايف بن صلاح بن مصرح الحربي الذي قاد هذا الشعار، الذي قاد الشبل. ومقصص والهيتي بدأوا يقتربون، ولكن بدأنا نقترب إلى الأمتار الأخيرة إلى خط الانتصار، وبوساق مع مقصص، مقصص مقصص، يا سلام يا سلام يا سلام، نعم نعم نعم، مقصص خطف الانتصار في آخر اللحظات، سلامي عليك يا نواف، أي إبداع حضر في آخر الأمتار، نواف بن محمد بن علي بن جابر بوساق ذاب مع مقصص في الأمتار الأخيرة وخطف الانتصار. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني الشبل، وعبد العزيز بن معلى بن عليان السيل المركز الثالث حضر فيه، المركز الثالث وصل في المركز الثالث على ما يبدو لي. نعم هنالك شاهين ومحمد بن حمد بن علي الصافية المري. إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء، نعود وإياكم بالتوقيت الزمني ولحظة وصول مقصص إلى خط النهاية بعدما استطاع أن يخطف الانتصار في آخر اللحظات من أمام الشبل. بالفعل حضر بإبداعه وتألقه، تهانينا والف مبروك. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 13 دقيقة 33 ثانية،
او 68 جزءا من الثانيه. ثاني الف مبروك الشبل مع المركز الثاني عبد العزيز بن معلب بن عليان السهلي 13 دقيقه 33 ثانيه 86 جزءا من الثانيه. شاهين مع المركز الثالث محمد بن حمد بن علي ال صافيه المري 13 دقيقه 34 ثانيه 21 جزءا من الثانيه. المركز الرابع وصل فيه الهيثي فيصل بن علي بن جابر البنا المري. المركز الخامس وصل فيه الطايف لصالح